برجع أنا بعد انفصالك، كيف علاقتك الآن مع أبنائك؟ ممتاز الحمد لله. فهد وورد تشوفهم؟ ورد وفهد الحمد لله طبعا، عيال هني بدبي وأنا وقتي تشوفهم أحلاهم على الشاشة. شوف خليهم ما شاء الله، الله يحميهم ويحمي أولاد الناس كلهم. هني بدبي، أنا مقسم وقتي بين بيتي بلبنان ومصر، فيعني أكيد أني أنا شوي هن مظلومين بشوفتي، بس هاي ليكني إجيت أنا وإن شاء الله رح شوفهم بكرة بإذن الله. تشعر أنك مقصر؟ تبغى تقول لهم شيء اليوم؟ إن شاء الله أني ما أكون مقصر، لكن هذا هو الظرف وهذا وهذا أمر رب العالمين. يعني اللي بيهم أنه هن كويسين، اللي بيهم أنه هن بخير مبسوطين، صحتهم كويسة، نفسيتهم كويسة.